دريج محطتنا اليوم هي عن الصحة. يمكن في كتير مخازن دفاعية بتكون موجودة بكل بيت وهي الغذاء. رح نحكي أكثر عن فوائده وكيف ممكن نستفيد منه. فالغذاء الصحيح هو البداية لحماية الجسم من الأمراض. أكيد كل هالأمور رح نحكي عنها مع ضيفنا بالاستوديو الأستاذ محمد قهوجي الباحث بعلم التغذية. يسعد صباحك أستاذ. أسعد الله صباحكم كل خير ومحبة والسادة المشاهدين في كل مكان. يسعد صباحك أستاذ محمد. يعني اليوم رح نحكي عن الغذاء وقد ايه ممكن يشكل خط مناعة أو دفاع أول لجسم الإنسان وخلينا نقول يقي من كثير من أمراض. إن شاء الله. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الغذاء هو أساس الحياة، ورب العالمين خلق نظام غذائي كامل وشرح لنا إياه بتفصيلة الأسنان. يعني الأسنان شلون مركبة هيك تضرب غذائنا. فكثير ناس بيقولوا تأكل هاي ولا تأكل هاي، لا، نحن في عنا قواعد. القواعد هي صفة الأسنان. الأسنان احنا عنا أربع قواطع، بيقولوا المثل خبريني شو غذائك بقلك شو سلوكك، أو قليلي شو سلوكك بقلك شو عم تأكلي. الإنسان له أربع قواطع، أربع نبات وثمان قواطع وعشرين طاحون، خمسة بخمسة خمسة بخمسة. الأربع قواطع هي للحم، للبروتين الحيواني. فمنشوف الحيوانات المفترسة أهم شيء بأسنانها النبات كبيرة، فتلاقي نهج اللحم فبيعتمدوا على النبات. أربع نبات من نسبة المئوية تبعهم تطلع تقريبا 15% من قيمة الأسنان، وثمان قواطع نقول 30%، فصار عندنا 45%، زاد عندنا 55% باقي الطواحين للأسنان. فإذا بده يكون غذائنا منظم بشكل البروتين الحيواني 15%، خضروات 30%، حبوب 55%، هيك النظام مكون عليه الإنسان. طبعا إلى ارتباط هي الموضوع حتى بالعمود الفقري بعدد الفقرات. نحن حنكون واضحين بشكل إنه ما حنجيب شيء من برا ولا حنخترع اختراعات. الله سبحانه وتعالى بيقول النهار للمعاش والليل للنوم والسبات، ما في خلاف عليها. فرب العالمين خلق الليل والنهار، الليل 12 تقريبا ونهار 12. النهار يبدأ من السادسة صباحا أو عند الفجر إلى السادسة مساء، ثم يبدأ بعد نظام جديد لعمل جديد. ساعات النهار اللي هي المعاش والسعي والعمل 6 ساعات: فطور، عمل، غداء، استراحة، عشاء. هدول 12 ساعة الأولانية. أما 12 ساعة ثانية يجب أن يكون النوم في ساعات الليل الأولى. ساعات الليل الأولى يبدأ عمل هضم والتمثيل الغذائي الكامل وإخراج الفضلات. هذا النظام، الجسم هيك مكون. ففي حال نحن تعدينا على هالنظام هذا، صرنا ننام بنهار ونصحى بالليل، خربطنا الساعة البيولوجية. نمو الأطفال يبدأ هرمون النمو بالعمل بعد ساعات الليل الأولى، يعني بثمانية تسعة لازم يكون الطفل نايم حتى تبدأ هرمونات النمو. شلون بنعمل نحن تحديث للكمبيوتر من عيد برمجته، كذلك الجسم عند ساعات الليل الأولى بيفرز هرمونات تنظيمية وعلاجية. جميع المضادات الحيوية بتفرز، جميع الدفاعات بتشتغل لحالها، بترمم الجسم اللي تعب فيه طول النهار. عند ساعات الصباح الأولى بيكون اكتمل الهضم، وقت إخراج الفضلات. فنشوف كتير ناس ما عنده مشاكل في الأمعاء، بيقولك أنا عندي كسل في الأمعاء، بيقولك أنا عندي ما بقدر أطلع منيح، عندي مزاجي متعكر، معدتي مرايقة. هذا كله نتيجة خلل بنظام الغذائي. فإذا نحن عنا مثل ما قلنا ذكر في القرآن الكريم النهار للمعاش والليل للثبات. هاي ضروري جدا، الجسم له آلية عمل لا تتعدي عليها لأن حتتعبي. ممكن نعيش نفس العمر لكن بدل ما نعيش كامل العمر في صحة وسعادة ممكن نعيش آخر أيامنا تعبانين. فلذلك اللي بيهمه صحته وصحة أولاده بيهتم بساعات الغذاء. أنا لا أقصد الغذاء الفاخر، إنما نوعية ولو كانت بسيطة لكن باعتدال وبأوقاتها. يعني هاتي لي أي شخص صحته عادية جدا وبتعطيه نفس الطعام وبتعطي نفس الطعام لشخص آخر، تلاقي واحد بيزيد وزنه عن شخص آخر. ليش؟ إذا بدك تزيدي وزن أي إنسان بعد كل وجبة طعام بعد كل ساعة أعطيه حبة سكر سكرة، كل ساعة أعطيه حبة سكرة، خلال أسبوع بيزيد وزنه كيلو أو كيلين. السكر بيثبت الدهون والشحوم بالجسم. الطعام طعام،
تناولنا وجبة الطعام لا يوجد بعد شيء، تناول الفاكهة بعد الطعام يؤدي إلى كحول في المعدة ويؤدي كذلك إلى تشمع يعني في الكبد. نسألك أستاذ محمد، يعني كتير موضوع الفواكه والخضروات دايما نقول يمكن لازم شوي ندخلها بين الوجبات، قديش هالمعلومة صحيحة وقديش هيك بالفعل بتفيد جسمنا؟ إختي الكريمة، الفطور يجب أن تفطري فطور ملكات، يعني فول، زبدة، بيض، مربى، شو بدك كل الصبح؟ يجب أن تفطري فطور الملكات وتتغدي غداء الأمراء وتتعشي عشاء الفقراء. كلي وجبة كبيرة جدا صباح لمنع البدانة، الفطور الصباحي يمنع البدانة، إنما تأخير الفطور هو اللي يؤدي إلى البدانة. والغداء يكون معتدل، والعشاء إما حبتين فاكهة أو نام غير عشاء، يعني ممكن الواحد يتلذذ بقطعة خبز مأمرة هيك مع شوية زيت زيتون، قطعة صغيرة تكفي. النوم يجب أن يكون معدة فارغة تماما حتى يبدأ العمل، الجسم بالعمل. في آليات عمل يجب أن لا نتعدى عليها. يحظر على كل إنسان يأكل الفاكهة بعد الطعام، فنحن نشعر أنه إذا قدمت لك الفاكهة بعد الطعام كرم، أنه أنا عبدللك والحلو والفاكهة. تناول الفاكهة قطعا بعد الطعام مباشرة يؤدي إلى كحول في المعدة، وبالتالي يؤدي إلى تشمع كبد مهما كان. لما نشوف رجال دين أو سيدات يصابوا بتشمع بالكبد، ليك تعاطي كحول، أعوذ بالله ولا بعمل إدته، هي حقيقة متعاطي كحول، لأن نتيجة تناول الفاكهة بعد الطعام يؤدي إلى تشكل الكحول في المعدة. لذلك نحن نكون حريصين، نجوة الطعام واحدة، يعني حتى نوعين ثلاثة على الطعام. الناس اللي حياتهم هيك منيحة شوي بيحطوا نوعين ثلاثة على الطعام، أكثر من نوع ما بجوز. وبعدين نعرف شغلة، إنه التأمل في الطعام، يعني ما لازم أكل كواجب إنه يلا صابت تعال ناكل، لا، إذا ما جعت وشعرت بجوع شديد لازم ما أكل. وبعدين الطعام في نوع من العبادة على مر التاريخ، حتى عند البوذيين الطعام عبادة، حتى عن كل الديانات السابقة أو كل العهود السابقة اللي بتلاقيهم الطعام عبادة، عندهم هدوء تركيز. صلاة الشكر عند الأخوة المسيحيين، شو صلاة الشكر؟ التركيز وحمد الله على نعمه وفضله، ثم ننظر إلى الطعام. من أهميات الهضم النظر إلى الطعام، بعطي إشارة للدماغ حتى يهيئ إفرازات المعدة، إنه أنا شايف أكل بعرفه، كبة، رز، أكلة، فالذاكرة تشتغل وبتهيئ الإفرازات المعدية للهضم. أما إذا أكلتي أكلة ما بتعرفيها، شو هي الأكلة ما عرفتها؟ والله تضايقت، لبكت، والله ما حسيت إني شبعت، يعني بتحسي شغلات إنه أول مرة تكون على معدة، لا تترجم وتتخزن في الذاكرة، بدها وقت. فنحن الطعام قلت لك عبادة، والليل يجب يكون النوم ساعات النوم الأولى، هرمونات النمو عند الأطفال والعلاجية وحتى عند الكبار البالغين، تنشط النواحي الجنسية عند الكبار بعد ساعات الليل الأولى فقط، بعد الساعة 12 ما عاد فيه، تضعف. فالطاقات الحقيقية أول ساعات الليل وعند الفجر. فليجب أن تكون معدة فاضية، مرتاحين، نوم استقرار. إذا كان النوم غير مستقر في عملية خلل بعملية الجهاز الهضمي، ما حتشتغل كما يجب. أكيد. اليوم بما أنه عم نحكي يمكن عن كيفية، خلينا نقول الإنسان بيتعامل مع جسمه ومع الغذاء، في عنا بعض المعلومات الغريبة عن بعض أنواع الأغذية من خضار وفواكه، خلينا نشوف فوائدها اللي يمكن في كتير ناس ما تعرفها بالتقرير المعلومات هل تعلم، وبنرجع الله. معلومات كتيرة بتمر بيومنا ومنجهلها، ومعلوماتنا لليوم عن فوائد للخضروات والفواكه يمكن ما بنعرفها. فهل تعلم بأن الخضروات الداكنة تحوي على الفيتامين سي أكثر من تلك التي تكون خضراء فاتحة؟ وهل تعلم بأن الكيوي يقدم ضعف كمية الفيتامين سي الموجودة في البرتقال؟ وهل تعلم بأن الليمون يقتل البكتيريا لأنه يحتوي أحماضاً قوية تعمل مثل مادة للتنظيف؟ وهل تعلم بأن الملفوف يخبئ داخله الماء بنسبة 90% والبطيخ الأحمر بنسبة 92%، أما الجزر فبنسبة توصل لل 87%؟
يعني استاذ محمد كمان كثير بتعلق السلوك البشري بما يتعلق بالغذاء اللي عم نتناوله، ونحكي شوي عن سيدتي الغذاء سبب رئيسي في كل مراحل الحياه. قلت لك قولي لي شو بتاكلي بقول لك شو سلوكك، او قولي لي شو سلوكك بقول لك شو عم تاكلي. الغذاء سيدتي اذا ما كانت العناصر الغذائيه كامله حيحصل في خلل ما. يعني مثلا ممكن لك في نقص عنصر غذائي معين ليوم يومين ثلاثه بيتحمله الجسم، في عنده خزين عم يعوضه من شيء اخر، لكن لما يزداد النقص لمرحله ويصير في عوز حقيقي بتظهر عنا بحالات سلوكيه. الحالات السلوكيه ضعف النواقل العصبيه اذا قلنا نتيجه خلل غذائي، اللي هي ضعف النواقل العصبيه بتنتج عنا الباركنسون، بينتج عنا العدائية للمجتمع، بينتج عنا الانفصامية، بينتج عنها عدم التركيز، بينتج عنا كثير من الأشياء السلوكية تنتج عن سوء التغذية. نحن ما بنعرف ليش بنشوف ولد ضايج بالبيت، بنشوف عم يطبش ويكسر نتيجة زيادة بروتين الحيواني. هي نقطة مهمة. فالأب كريم والأم كريمة بيعملوا للطفل بيضتين وثلاثة كل يوم، بيعطوه لحمة كتير، بيعطوه يؤدي إلى حدة في الطبع وزيادة في السلوك العدواني. فلان عمل مشكلة في المدرسة، فلان تخانق هو وولاد، فلان ضرب، هذا سلوك عدائي نحن خلقناه بطريقة الغذاء. الغذاء يجب أن يكون متوازن، مثل ما قلنا نحن 15% بروتين حيواني من غذائنا، 30% خضروات، 55% حبوب ومشتقات. هلا مين عم بياكل حبوب منا؟ عم نركز على نقطة نحن بحديثنا كله، إنه الشعير نحن اللي أهملنا فيه ومنبطرنا عطيناه للحيوان هو للإنسان مو للحيوان. الرسول عليه الصلاة والسلام توفي وعنده 9 نساء ولم يأكل طول حياته سوى خبز الشعير. إذا بتجربي وجبة شعير لطفل شرس أو عنيد، تاني يوم بتلاقيه هدي بشكل غير طبيعي، بينام نوم عميق، بيساعد على الاستيقاظ المبكر، بيساعد على التعلم والانتباه، بيساعد على الهدوء، بيساعد على تفتيح المواهب. يعني مواضيع كثيرة أستاذ محمد، يعني بما يتعلق بالطفل والأغذية يمكن يلي بتفيده، وكل غذاء مرتبط بسلوكنا. هي كمان معلومات كثير مفيدة إنه نطلع عليها، رح نتوسع فيها أكثر إن شاء الله بحلقاتنا المقبلة. يمنا نشكرك كثير على هالمعلومات المفيدة اللي أعطيتنا إياها. أهلا وسهلا، سعيد جدا بوجودي بينكم. شكرا لك أستاذ محمد القهوجي الباحث بعلوم التغذية، شكرا لوجودك معنا. أما هلا